تفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة أعزائي المشاهدين مساء الخير، برحب بكم في ليلة عمر جديدة بنتشرف فيها بدعوتكم لحضور حفل زفاف نجم الكوميديا التلقائية فنان أطل علينا في سنبل بعد المليون وتألق في شمباشي بمسرحية حمري جمري وحسن الدوبيكي في مسلسل ذئاب الجبل وتألق أيضا في فيلم حنحب ونئب. نو حفل زفاف نجم الكوميديا والفنان الضاحك صلاح عبد الله وزوجته نجوى. وعندك ألف ليلة هتفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة بنرحب بالفنان صلاح عبد الله. اهلا بيك. اهلا وسهلا، كل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب. الفنان صلاح عبد الله اول ما بتسمع ليله العمر ايه اللي بيخطر على بالك؟ بيخطر على بالي اللحظات اللي انا خدت فيها القرار ده، وبيخطر على بالي لحظه كانت عاليه جدا في حياتي اللي هو وانا رايح اجيب مراتي من بيتها، يعني يعني في اللي هو في احنا كنا عاملين احتفال عائلي كده يعني مش محدود، انما اللحظه وانا رايح اللي هو بقى خلاص بقى الحكايه ايه فعلا بتجوز يعني كانت لحظه عاليه جدا، وحصل لي كل المشاعر اللي هي بتحصل للبني ادم، الاضطراب والتوتر والقلق والسعاده واستقبال حياه جديده والدموع. والله يعني الابتسامه والدموع نازله عليها، الدموع دي لان افتكرت ام الله يرحمها وكان نفسي تبقى موجوده معايا، وممكن ده سر من اسرار الدموع، في جايز يكون في اسرار ثانيه مش اخبر بيها. بتعيط عليه بالظبط. ما كنتش عارفها وعرفتها بعد كده. الابتسامه لانه يعني انت عارفه كان بالنسبة لي قرار غريب وفجأة خدته والحمد لله نفذته. نبدأ بالبداية وتقول اتعرفت ازاي على زوجتك؟ هي ليها حكاية يعني اعتقد انها لذيذة، لانه يعني هو بان من كلامي ان انا ما كنتش يعني حاطط في حكاية يعني مسألة الزواج دي في دماغي، وانا بصور سنبل بعد المليون اللي هو يمكن اول مسلسل اتذاع في التلفزيون، فكنا قاعدين في نويبع ومقيمين في نويبع، وكان بدايه بقى ايه سينا بقى بتاعتنا ونويبع وكده وبتاع، وفرحانين بالحكايه وكانت المجموعه حلوه قوي وبتاع، بس كان في لحظات جميله جدا الواحد بينفرد مع نفسه من خلال الصحراء بتاعت سينا والبحر والحركات دي يعني، فقلت انا ايه في ايه حاجه يعني في حاجه ناقصاني في حياتي يعني ملخبطاني كده مش مخلياني مظبوط، فاكتشفت ان الحكايه اللي ناقصاني دي ان انا اتجوز كويس، فنزلت من نويبع واخد قرار الجواز. طب هتجوز مين؟ فقعدت افكر يعني طبعا يعني انا كنت وقتها عندي بتاع يعني 33 سنه وشويه يعني اسحف نحو ال 34، فطب اتجوز مين يعني؟ فايه قعدت استرجع طبعا كلنا يعني كان حصل علاقات وحياتنا من خلال الدراسه من خلال الجيران من خلال الحركات الحاجات دي، وبعدين فلقيت يبقى مش يعني ما فيش ايه الطباع الحرق بتاع، فالمهم قعدت قلت انا اتجوز بالطريقه التقليديه
وكلمت مراتات اخواتي واختي الوحيده وكده وبتاع، انا قررت اشوفوا لي عروس. وقعدت مع نفسي بقى حضرتك ورحت كاتب لستة بمواصفات العروسه اللي انا نفسي اتجوز، بما انه اختياري مش اجباري، طب ما انا الاقي بقى. فرحت كاتب المواصفات، يعني مثلا ايه الطول، فرق السن، الطباع، لون البشره، كل الحاجات دي رحت كاتبها في ورقه كبيره كده، في ورقه فلوسكاب يعني حلوه كده، كتير مواصفات كتيره. وبدات فعلا يعني اشوف توزع الورقه اشوف عروسات وكده. واخد بالك في كل عروسه بشوفها طبعا ايه، ارجع البيت اطلع الورقه الفلوس كام، اراجع المواصفات وبتاع، وما يحصلش نصيب. لغايه في يوم من الايام كده ليا صديق اسمه ممدوح، كان بقالي كتير ما شفتوش، فقابلته بالصدفه وكان معاه بنت يعني. فقلت له يا عم مين يعني وبتاع، قال لي دي بنت اختي. قلت له بنت اختك؟ اه. واخد بالك وخلاص، بس ايه انا لحظه ما شفتها في حاجة حصلت، في حاجة بتاعت ربنا، سبحان الله، حاجة غريبة جدا. ما هو الجواز ده يعني اسمه نصيب بجد بقى. فبعديها بيومين كده أنا تفننت إن أنا أتصل بيه وبتاع، قلت له تخيل أنا بفكر يا أخي إن أتجوز وبدور يعني على بنت الحلال وبتاع وكده، ويعني لو تعرف لي حد يعني، أو قال لي أي حد يعني اتشرف بيك وبتاع. قلت له لا، إحنا أصحاب وعارفين عيوب بعض وبتاع، أنت ممكن تقلق، أصل أنا بالنسبة بنت أختك يعني إيه أخبارها يعني وكده. وحصل بدأنا نلتقي وبتاع، وما تفهميش حضرتك الجواز تم بسرعة غير طبيعية. احنا التقينا بسرعة واتفقنا بسرعة وكتبنا ودخلنا، يمكن الحكاية كلها كانت في شهر ونص شهرين يعني. وعملت شقة وفرقة وبتاع، وبعدين قعدت كده فجأة لقيت الورقة كده محطوطة في حتة، فطلعت الورقة لقيت، شوف ربنا سبحانه وتعالى، المواصفات كلها مش موجودة، لسه اتضربت مني. اه والله، يعني الطول مراتي أطول مني، ربنا يديها الصحة يعني. لون البشرة، لون البشرة غير اللي أنا مثلا راسمه في دماغي، مش عارف. طب ما نعرفه، بنعرفه إيه المواصفات؟ طب أنت عايز إيه؟ يعني أنا بقى بس لو بعدين تزعل مني. لا ما خلاص. خلاص حصل وخلفنا وبتاع. يعني انا كنت مثلا ايه نفسي واحده بيضه قوي، مراتي يعني قمحويه يعني اللون المصري كويس المعروف يعني. الطباع مثلا انا كنت عايز واحده ليها طباع معينه، طباع مراتي. المهم ان انا كل ده شفته يعني، مش ما شفتوش، لا ده انا اول ما اتعرفت عليها وبدانا نلتقي اللي هي فتره التعارف الاولى دي، كل الحاجات دي كنت انا شايف. انما سبحان الله، هو من اول مره انا حسيت ان هي دي، من اول قعده قلت دي هتبقى مراتي. والله سبحان الله، وبقت مراتي، واخده بال حضرتك، واتجوزنا وخلفنا وعايشين بقى لنا 12 سنه. 12 سنه؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. حبيبي شغلي دايره، مفيش بالقلب دايره، حبيبي شغلي دايره، مفيش بالقلب دايره، يموت هو في عذابي واموت انا بطايره، حبيبي 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 شغلي دايره. عايز نتعرف شويه على التفاصيل. خليها انا من حضرتك، خليها انا من حضرتك. لا والله. دلوقتي انت تعرفت عليها وتقدمت لها خلاص واتخطبتوا وهتتجوزوا بقى، في تفاصيل قبل الجواز، الشبكه اللي جابها صلاح عبد الله لزوجته. جبت لها شبكه الشهاده لله. واو. هي دي من الحاجات اللي هي ايه عجبتني فيها جدا. يعني ايه؟ يعني مثلا قلت لك كان من ضمن الصفات فرق السن، انا كان نفسي يبقى فرق السن يبقى ايه ما يزيدش عن سنتين ثلاثه اربعه بكتير، وهي اصغر مني يعني، يعني في فرق اكتر من كده يعني، اكتر من كده شويه يعني. كام يعني؟ بينه وبين اصغر مني ب 11 سنه. كويس. 12 سنه. 13 سنه. اخر كلام. اخر كلام كده. لا يا بينه وبينها 13 سنه ده، وفرق ظريف مش وقت. 13 مش كتير. مش كتير. واخد بالك؟ بس دي من ضمن الصفات اللي هي اختلفت وبتاع. انما للامانه الشبكه بقى، انت عارف الناس اللي بيقول لك احنا اشترينا راجل، فهو ابوه الله يرحمه وامها ربنا يديها الصحه، هم ايه بيتعاملوا في تزويج بناتهم بمنطلق احنا بنشتري راجل. فايه ما كانش فيه يعني، انا الحمد لله امكانياتي كانت معقوله،
صحيح مش الحمد لله دلوقتي يعني المسائل تيسرت الحمد لله نحمده ونشكر فضله، انما ايه وقتها كنت بشتغل مسرح وكده وبدات يعني عملت مسلسل في التلفزيون وبتاع، فكان في دخل، فكنت باجر شقه عن طريق زميلي وصديق عمر الفنان فتوح احمد، اخويا محمد عبد الله الله يرحمه بدا يجهزها لي، يعني انت عارفه حسيت ان كل اللي حواليا بيتشاركوا لما بيحصل اسمه ونصيب، ما كانش هي ليها طلبات بقى في المنطقه دي خالص. يعني جبت شبكه واخد بالك، وبعد الجواز على طول هي بعتها عشان نجيب التليفون اللي هو الفوري واخد بالك. طبعا انا يعني هي تعوضت الشبكه قدها مليون مره، بس ايه انا بقول لك المواقف الكريمه اللي الواحد يشوفها. الفرح، اي بنت بتحب يبقى فيه فرح وبهرجه وبتاع، ودي متجوزه ممثل وبتاع وكده، كان ليا اصحابي برضو ممثلين معروفين يعني وحركات، يعني انا كنتش معروف قوي بس كان فيه برضو بتاع، فعايزه فرح وبتاع. فاما جينا تناقشنا انا وهي مثلا طب في شقه وفي تجهيز وفي حاجات وفي كده، فلقينا ان الحاجات دي اهم من الفرح. عملنا فرح في بيت نسايب عادي عند خالتها في البيت، يعني واخده بالك، يعني في حاجات كتيرة قوي من اللي هي ممكن ساعات بتبقى للاسف رغم تفايتها ممكن تبقى عقبات فظيعه في الجواز. الحمد لله احنا تجاوزناها، وطبعا الفضل يرجع ليها لان هي دايما البنت هي اللي بتعمل، يعني ساعات هي اللي يعني انت ما دفعتش مهر؟ ادفع مهر ليه حضرتك؟ بدل مجهز كل حاجه، مجهز كل حاجه تمام. انت اللي جهزت. بقول لك انت متجرجرين. لا يعني انا بسال بس فضوليه شويه. لا الحقيقه هم ما اشترطوش لا مهر ولا حاجه، ابوه الله يرحمه جاهز على قد ما قدر، وانا كنت خدت الشقه وكملت الباقي. مليون مره قلت بحبك، كل ما اقولها تدق قلبي، انا مولود لسه في احلامك وطول العمر انا هفضل جنبك. مليون مره قلت بحبك، كل ما اقولها تدق في قلبي، انا مولود لسه في احلامك وطول العمر انا هفضل جنبك. اجمل حب انا شفتك فيه ومش هتكلم لو حسيت بنظرة عيني ولمست ايدي هتفرحي بيه. عند الحزن اللي انا حسيت ليه معرفش بلحظة نسيت، حلمي بحضنك انا فسرته وانت الحب اللي تمنيته. طب نتكلم عن ليلة الزواج، مين هم اصدقاء صلاح عبد الله المقربين اللي عزمتهم يحضروا ليله الفرح؟ كان يعني اصدقائك أذكر المقربين؟ طبعا الكلام ده سنه 89. اذكر كان هو الحصري، انا ما عملتش ما عزمتش لحسن تخيلي بعد 11 سنه اصحابي يزعلوا مني ده. ما هو في ليا اصحاب انا بخوم صغير شويه ممكن ما عزمناش في فرحه ويقطعوني بسبب الموضوع ده. لا انا ما عزمتش، انما هو بالصدفه اللي عرف يعني ايه المقربين قوي اللي عرف منهم إيه شارك بقى بنفسه. يعني المؤلف الشهير الاستاذ لين الرملي حضر الفرح وحضر كتب كتاب، الله يرحمه الفنان الجميل الاستاذ نجاح الموجي هو واسرته، الاستاذ محمود الالعاوي طبعا حبيبتي واختي وهلا فاخر، وهلا بقى هي اللي عملت لي بقى يعني هي اللي شاركت بقى في توضيب الليله دي وورد مش عارف ايه وكوشه ايه وبتاع، عملت حاجات يعني. والعشاء بتاع اللي هو اللي بيجي ده كده في يوم واخد بالك، سعاد نصر والفنان حبيبي صديقي الاستاذ احمد عبد الوارث، يعني الحقيقه كان في كتير يعني وفي كتير ما عرفوش. وطبعا احمد ادم صديق عمري ما حضرش يومها لانه كان بره مصر يعني، وفتوح احمد وفي كتير الحقيقه. واللي قام بقى بالليله وقتها الناس هتستغرب شويه، الفنان الكوميدي اللذيذ قوي هاني رمزي، لان هاني ايه كان هو يعني من عيله ميسوره اصلا يعني، فكان عنده عربيه يعني، فكان ده ما سابنيش بقى، كان هو اللي يعني ايه بياخدني في عربيته وزوقها لي وحاجات ونروح نجيب العروسه واللوازم وكده.
أكيد مع وجود سعاد نصر وهالة فاخر وصلاح عبد الله كل الكوميديانات دولت أكيد حصلت مواقف طريفة مش ممكن تنساها يوم ليلة الفرح. موقف طريف مش عارف هو الحقيقه الليله كلها طريفه كانت طريفه من البدايه للنهايه. يعني بدايه الموقف ان انا كنت رايح مع هاني في عربيته وفي عربيات تانية وانا حبيت اختصر السكه وانا ملهوف فتهنا يعني وانا ملهوف للوصول الى عروستي عشان اجيبها وننتقل للمكان اللي احنا عاملين فيه الحفله يعني اللي هي الدياري. فدي كانت بدايه الطرافه يعني. اذكر المأذون اللي كتب لنا الكتاب يعني كان افندي يعني لابس بنطلون وقميص وكده وكان دمه خفيف قوي فكان كان بيقول نكت. انا مش فاكر النكت بس كان بيقول نكت بس انا مش سامع يعني حاسس ان هو يعني لذيذ جدا والناس بتضحك بس انا في انفصاله يعني غير طبيعيه يعني الحقيقه. نجاح الموجة الله يرحمه أصر ان هو يغني ويشارك في الفرح فغنى اغنيه المجانين فقلت له مش حلو ده يعني كان في حاجات كتير قوي لذيذه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه عشان بيحلفوا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ابدع بباهر قدرته ما صنع ووسع الجوانب فتبارك الله احسن تبارك الله أحسن الخالقين. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله التوفيق لإقامة شعائر الدين وأشهد أن لا إله إلا الله المعبود الواحد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قل زوجني موكلتك على الكتاب والسنة قل زوجتك إياها وأشهدت الله والحاضرين على ذلك قل وأنا قبل منك زواجها بنفسي على ذلك والتزمت بها لزوما شرعيا حسب الكتاب والسنة I'm going to go to the hospital.
والشروق هم ليالي عمر جميلة في حياة الفنان صلاح عبد الله. عايز أعرف هنا شعور الأب صلاح عبد الله عند قدوم دنيا. هو كان بيتحكي لي حاجات وما يعني ما كنتش يعني متخيلها، انما ايه يعني هو الواحد زي ما تقول ايه لازم يعيشها عشان يحسها فعلا، يعني اللي هي ايه الاحساس بالابوه ده. يعني مراتي حامل يعني عادي يعني واخده بالك ماشي. طبعا انا ما انساش لحظه اليوم اللي هو كان في الولاده، انا من النوع اللي اعصابي خفيفه قوي في الحاجات دي، ومجرد انا سمعت يعني صوت تألمها يعني ده هو لوحده ايه خلاني خدت جنب كده وبقيت اعيط بقى تعاطفا معاها يعني وفي الحاله اللي هي فيها. انما هي جت دنيا عشان كده انا سميتها دنيا، يعني لانه هو مع مجيئها انا حسيت اني بتنقل بتوجد في دنيا جديده، في دنيا جديده عليا خالص، فعشان كده سميتها دنيا. طبعا كل ما بتكبر قدامي خطوه بخطوه احساسي بيها بيزيد على فكره لغايه النهارده، لغايه النهارده كل ما بتكبر يوم احساسي بيها بيزيد قوي. هو احساس عبقري سبحان الله. بالنسبة لشروق كان إحساس صلاح عبد الله إيه؟ شروق يعني دنيا كان ولادتها أسهل من شروق، شروق كانت ولادتها صعبة ومجهود، وأروح أجيب مرات أخويا عشان تقعد مع مراتي في المستشفى، كان مش عارف يتناوب هي ومامتها وبتاع ويعني إيه، خدت جهد واتولدت في الفجر فعشان كده سميتها شروق. وهي حاسه بقى انها صغيره فهي يعني دلوعه شويه. ايه دلوعه يعني. لسه الشخصيه جايه.
واستمتعوا بوقتكم مع حفل عيد ميلاد مزرعة المرح. إلى اللقاء يا أصحابي، مع السلامة، باي باي. هي ليلة العمر الفنية اللي لسه ما عاشهاش الفنان صلاح عبد الله وبيحلم بيها. ليلة عمر فنية أو ليلة عمر عادية في حياتك ممكن تعتبرها إنها ليلة عمر، حاجة فعلا الصورة العادية هي أتجوز. على فكرة ليلة العمر ممكن تكون مش جواز بس، ما دام هتسمعك ماليش دعوة. البرنامج بتاعك ليلة عمر تانية في حياتك لسه ما عشتها. لا هو ليلة عمر فنية دي في ليالي عمر فنية كتير أنا بحلم بيها في جميع المجالات، بس هو ما فيش يعني طبعا ما فيش مجال للرغي فيها، إنما بالتأكيد في ليلة عمر مثلا في السينما إن أعمل الفيلم اللي نفسي أعمله أو الأفلام اللي نفسي أعملها، يعني لابد إن إحنا نحلم ونترك العنان لأحلامنا، بس إيه من يعني ما نسرفش فيها أو ما نغص فيها، يعني برضو لازم إيه يبقى فيه يعني تكيف كده بين الواقع والحلم. وليالي العمر في المسرح كتير الحمد لله، أنا بعمل في المسرح حاجات أعتقد إن لحد ما راضي عن نفسي فيها، بس في أحلام يعني بتبقى ليلة العمر بقى اللي هو لما أعمل الحكاية دي اللي هي على دماغي دي أو اللي نفسي فيها، ليلة العمر هتبقى ليلة افتتاح المسرحية اللي نفسي أعملها والفيلم اللي نفسي اعمله والمسلسل اللي نفسي تبقى ليلة العمر كده وانا بتفرج عليه مع الناس يعني. انما انا عشت طبعا هذه الليالي الحمد لله رب العالمين، عشتها وحسيت انها ليالي عمر يعني في اعمال فنيه. يا رب كل ليالي عمرك تبقى جميله وسعيده ان شاء الله. الله يخلي حضرتك وكل سنه وانت طيبه، والساده المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي والساده الغير مشاهدين اللي ما بيشوفوناش دلوقتي، وكل الناس طيبين يا رب. كل سنه وانت طيب. وانت حضرتك طيب. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، غدا لقاء جديد وليله عمر جديده مع تحيات المعد الصحفي حازم الحديدي والمخرج نبيل عبد النعيم، وكانت معكم حياه عبدون، والى اللقاء. ألف ليلة 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 واحدة تسوى عندي تسوى عندك ألف ليلة، هتفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا.